فوقع محمد مجدي قفشه صانع العاب بيراميدز على ورقه رغبات بشكل رسمي بتفيد او بتوضح رغبته في اللعب للاهلي ورفضه لفكره الانتقال للزمالك رغم دخول الابيض في مفاوضات لضمه. وقال مصدر داخل اداره النادي الاهلي ان قفشه عنده رغبه واحده وهي الانتقال للاهلي، ويتم حسم الصفقه خلال الساعات القادمه بعد عقد جلسه مع اداره بيراميدز. وفتح بيراميدز المجال امام رحيل قفشه وبعض اللاعبين معلنا في الوقت ذاته رفض رحيل بعض النجوم منهم عبد الله السعيد ورجب بكار ومحمد فاروق ودونجا واحمد ايمن منصور. فده بيوضح ان مثلا نادي بيراميدز عنده قوام اساسي هو حابب ان هو يحافظ عليه علشان يدخل بيه الموسم اللي جاي. في بعض اللاعبين ممكن يكون ما عندوش مانع ان هم يرحلوا، واللي من صفوفهم او اللي من ضمنهم محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه بيوضح ان هو حابب يكون في صفوف النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، في وجوده في مركز عنده منافسه كبيره جدا. بتهيألي دي هتكون في مصلحه النادي الاهلي وفي مصلحه جماهير النادي الاهلي ان اللي هيشاركوا كلهم هيكونوا عندهم الحميه والحماس ان هم يقدموا مباريات قويه ويثبتوا نفسهم. بتتكلم في وليد سليمان، بتتكلم في عبد الله، لا بتتكلم عفوا في وليد سليمان وايضا صالح جمعه. فدي برضو من الاسماء اللي اثبتت نفسها وهيدخل عليهم مجدي قفشه لو فعلا تمت الصفقه، فبالتالي عنده منافسه قويه هتصب في مصلحه الاهلي. قفشه كمان بيلعب في المركز اللي بيلعب فيه، يعني هو بيلعب في رقم 10 اللي فيه وليد سليمان وصالح جمعه واللي هيبقى فيه عمار حمدي كمان السنه اللي جايه، بيلعب هو كمان في المركز اللي فيه عمرو السوليه، حمدي فتحي، بيلعب كلاعب بوكس تو بوكس بشكل كويس، بيعرف يشوط على الجون بشكل كويس، بيعرف يمر الكره بشكل كويس، بيلعب ضربات حره مباشره كويس بالظبط بالظبط جدا. فتقدر تنوع لعب قفشه في الملعب سواء للاهلي او للزمالك اللي يقدر يحسم الصفقه في النهايه. وان كان قفشه قريب جدا من النادي الاهلي اكتر منه لنادي الزمالك حتى قبل توقيع هذه الرغبه اللي غالبا متوقع عليها من فتره كمان. هنشوف ايه اللي هيحصل اكيد بالنسبه لمحمد مجدي قفشه في الساعات اللي جايه. اكيد هيتم الاعلان وبشكل رسمي سواء عن انتقاله سواء عن توقف الصفقه، كل الحاجات ديت هتبان بالنسبه لنا في الساعات الاخيره القادمه اللي اعتقد ان هي هتكون ساخنه جدا من حيث التصريحات من حيث التوقعات. كل حاجه صعب ان انت تتوقعها، ومهما كانت صفقه بتبان للجماهير ان هي اصبحت خلاص في جيبك ممكن ما تكونش، لان دايما بيحصل تغيرات وتفاصيل كتيره صغيره جدا لازم هيتم حسمها والوقوف عندها في الساعات الاخيره. ولكن بنامل دايما الادارات مع اللاعبين مع فكره الانتقال اللاعبين تكون ماشيه كده بشكل سلس، يستمتع حتى اللاعب بفكره الانتقال وتستمتع الجماهير بفكره وجوده من غير اي مشاكل ان شاء الله.